والخير جاي بلنتيين حكام نكهه الفوز هاي مش حلوه لو انها مع الفيصل بتظل احلى هاي بدايه البطولات ان شاء الله احنا من امريكا منافس معلم ما في منافس مرة عاديه مش مستوى الوحدات امنح شعرك القوه واللمعان فريز اختيار الخبراء مبروك الفوز يعني بداية موفقة لنادي الوحدة لله رب العالمين بداية الدوري وإن شاء الله بنتمنى الفريق يقدم أكثر من هيك وإن شاء الله إنه يعني البطولة للوحدات إن شاء الله ونتمنى التوفيق للنادي الوحدة تأخر بتسجيل الهدف شو سبب مش مهم التأخير المهم إن إحنا فزنا المهم إنه يعني قدمنا أداء قدام الأهلي وأهلي فريق يعني محترم وفريق كبير ويعني أنت مش غني على التعريف يعني فريق شو مبارك للوحدات قلبنا وحدات وحداتي أكيد وحداتي أكيد يعني مداش حكي يعني خاوة الدوري وحداتي مبروك للوحدات مبارك الوحدات الله يسعدك مبروك 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 ألف مبروك الله يعطيك العافية الله يعافيك نتمنى دوري إن شاء الله بداية خير والله يوفق جميع الأندية يا رب خاوة الدوري للوحدات طب خلينا من بداية حلوة يعني نحكي بداية حلوة تعال احكي انت سريع السلام عليكم مبروك لجميع الوحدات وهارد لك للأهلي التوفيق سيدي يعني بداية موفقة لنادي الوحدات مبروك للوحدات وهارد لك للأهلي الدوري أخضر إن شاء الله الحمد لله الدوري بأوله والحمد لله ثلاث نقاط أول مباراة الحمد لله تحكي شيء مهم كثير يلا سطلنا لنا ألف مبروك لنادي الوحدات ما في منافس معلم ما في منافس مبروك ألف مبروك للوحدات وجايك الدور يا فيصلي ألف مبروك للوحدات الدوري للوحدات إن شاء الله بإذن الله ألف مبروك للوحدات وهردك للأهلي وشكرا لكم الخادم أفضل للوحدات وإن شاء الله هاي بداية البطولات إن شاء الله دوري ألف مبروك للوحدات ألف مبروك نكهة الفوز هاي مش حلوة لو إنها مع الفيصل بتظل أحلى النكهة إحنا إحنا أسفين صحرناكم معنا الدوري للوحدات أول إشي ألف مبروك لجمهور الوحدات وإن شاء الله الدوري للوحدات إن شاء الله الدوري للوحدات أول شيء تحية لك شبابك روحك الرياضية وروحك العالية تحية لجمهور الوحدات مباراة للنسيان احنا اليوم المباراة للنسيان بس هذا الجمهور لازم يروح دائما فرحان هذا الجمهور الزعيم هذا جمهور الزعيم هذا لازم يروح فرحان مباراة للنسيان بس ألف مبروك انا بتمنى ان كل الفرق تكون زي الفيصل لان اسهل مباراة لنا مباراة الفيصلي جماهير الوحدات ياهم بلنتيين حكام مبارك للوحدات وحظ اوفر للاهلي وكنا احسن منهم مسكروا الملعب دفاع بس احنا قدرنا ببقبة تبديله رائع يعطيك العافية مباراة عادية مش مستوى الوحدات الوحدات اكبر منها بكثير الوحدات اكبر من هاي المباراة البدية انا بحكي مع الجزء يزعلوا مني المدرب ضعيف تبديلاته يعني ها في وقتها ولكن على كل حال ان شاء الله القادم احسن هيك لسه استنى المباراة الجاية مبروك لنادي الوحدات طبعا نادي الوحدات نادي كبير قاعدة جماهيرية كبيرة ألف مبروك للجماهير اللي دائما هاي تروح مبسوطة والوحدات الآن بالمسار الصحيح وبنطمن جماهيرنا إن شاء الله إنه الدوري وحدات مبروك للوحدات الله يعطيك ألف عافية بداية مبروك لفريق الوحدات ونادي الوحدات إن شاء الله قادم بكل قوته بس اليوم في علامات استفهام على التبديلات وعلى يعني في بعض اللاعبين يعني عندهم شوية أنانية بنتمنى من الجهاز الفني يعني يطور من أداء اللعيبة إن شاء الله لأنه الدوري طويل وبدنا تقدم في الأداء وإن شاء الله الدوري وحدات مبروك للوحدات وجماهير الوحدات بداية طيبة أول مباراة يا جماعة الخير لسه في الدوري والخير جاي سعد قلبك وقلب الوحدتية وألف مبروك الله يبارك فيك الأداء مش مشكلة المهم ثلاث نقاط والهدق يفهم مبروك للوحدات والدور إن شاء الله وحداتي إن شاء الله الدور وحدات أبو الشوارك بإذن الله الدور الوحدات بإذن الله تعالى ألف مبروك ألف مبروك للوحدات ألف مبروك ألف مبروك للوحدات ألف مبروك أو أهم إشي إنه فزنا وسطلنا لنا سطلنا زواهري خف حالك فوز خاوة وحداتي خاوة خاوة المباراة اللي فاتت أسهل مما تتخيل غلبونا لا أكثر من الفيصل وحدتي اليوم خاوة بإذن الله الدوري للوحدات بإذن الله وأقوى منافس للوحدات الأهلي عليكم بداية موفقة للوحدات وأداء إن شاء الله مباراة عن مباراة أحسن بس مع التحفظ على أداء الحكام
مبارك مبارك لنا وان شاء الله للاحسن. مبارك ان شاء الله الدوري للوحدات، والوحدات فريق كبير يعني، والمباراه هاي كانت اصعب مباراه الفيصلي. احنا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم بدنا نحاول نخلص من لعب الانديه اللي بتلعب ضد الوحدات دفاع، بدنا نشوف مباريات حلوه مفتوحه ان شاء الله. رساله لكل الانديه تلعب ضد الوحدات مباريات حلوه فاتحه عشان نقدر نفوز بنتيجه واداء. الحمد لله على الفوز وان شاء الله الدوري وحداتي. بدايه موفقه لفريق الوحدات، وان شاء الله انه الفرق اللي تلعب دفاع انه يتم التخلص من هذا الاسلوب. مبروك للوحدات وردك للزواهري. احنا من امريكا. او ماريو ماريو تعال كم هير كم. اوه لا 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 ألف مليون مبروك لجميع الوحدات، ونتمنى من الاتحاد تدارك الحكام قبل بدء الموسم، الموسم ما بلش لأنه أخطاء كارثية، طابت العوضات دخل كامل محيطه. وألف مبروك وشكرا للأستاذ محمد. يعطيكم العافية شباب، مبروك الأداء، مبروك النتيجة، وهارد لك يعطيكم العافية. بإذن الله الدوري غير للوحدات بإذن الله. بداية ألف ألف مبروك لنادي الوحدات. أول مباراة دائما بالدوري بتكون صعبة، أهم إشي عندنا الثلاث نقاط. بالنسبة للشباب كشاب كثير محترم يا إخوان، ومحايد ومهني في شغله، والله يعطي الصحة والعافية. ألف مبروك لنادي الوحدات، ودائما المباراة الأولى بتكون صعبة، وأهم فيها أهم إشي في الدوري دائما الثلاث نقاط. مبروك لنادي الوحدات أول ثلاث نقاط في الدوري، ودائما المباراة الأولى صعبة، وإن شاء الله القادم أفضل. مبروك للوحدات، ويسعد مساك، ويسعد مساك قناتك، ويسعد مساك كل شيء في بخصك. والله انك حبيبنا وبنحبك والله. والف مبروك للوحدات، واحنا جايين من الصيفه. مبروك للوحدات. الحمد لله فريق الوحدات بخير، بس احنا فريق الوحدات ضد التطبيع. بالنسبه ل تصفيات اسيا الملحق الاسيوي احنا ضد التطبيع. وجهك حلو علينا يا شبابك. اليوم احنا طبعا لعبنا هيك يعني ماخذينه ماخذينه اي دقيقه راح نجيب جول، ما لعبناش ما لعبنا لانه فرحه السوبر. احنا بدنا ايش؟ السوبر، اخذنا السوبر. 1-0 اهلي، السلام عليكم ورحمه الله. الله يبارك فيك، مبروك الفوز، ولسه القادم راح يكون اعظم. يعني هاي لسه هاي المباراه راح تكون تحماي، يعني اداء لسه الجمهور متعود على احسن من هيك. الحمد لله رب العالمين، بدايه موفقه والقادم افضل واجمل. هاردك للنادي الاهلي والدوري وحداتي باذن الله تعالى. توفيق سيدي. الف مبروك لنادي الوحدات، ورسالتي للاداره ما ينسحبوا من الملحق انه انت شقد العقوبات، والعب وفوز. الحمد لله بدايه خير للمارد، والف مبروك لجمهورنا. توفيق سيدي. يكفيك ان شاء الله احنا راح نفوز، والدوري لنا، والوحدات مش بس جمهور، الوحدات تحكي انت عن شيء يعني مش قادر اوصف لك اياه. ان شاء الله بدايه خير، والف مبروك للجماهير العريضه هاي، والحمد لله يعني بدايه خير ان شاء الله. بالتوفيق سيدي. الله يسلمك. احكي مبروك للوحدات. مبروك للوحدات للوحدات، وان شاء الله الدوري اخضر. الف مبروك للوحدات والدوري اخضر خاوه.